بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس الثاني عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى درس جديد من دروس شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني. ضيفنا في هذا البرنامج هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. لدينا في هذا اللقاء أسئلة عامة الحقيقة وردتنا من كثير من الإخوة الذين يتابعون هذا البرنامج عن الدروس السابقة. فضيلة الشيخ، بالنسبة لكفارة الجماع، هل هي على التخيير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كفارة من أفسد الصوم، صوم رمضان، بالجماع. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. قال: على أفقر مني فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. نعم. وقال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه الجماعة. نعم. هذا الحديث هو الأصل في كفارة الجماع في نهار رمضان. فإن هذا الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا مما حصل منه، قال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، أن يعتق رقبة، فقال: لا أجد. قال له صلى الله عليه وسلم: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع، وهل أوقعني في هذا إلا الصيام؟ قال: تطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فجلس الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال له صلى الله عليه وسلم: خذ هذا تصدق به، يعني كفارة. فقال: يا رسول الله، يعني أبدى أنه بحاجة إليه أحوج من غيره. فقال صلى الله عليه وسلم: خذه وأطعمه أهلك. ف هذا اختلف العلماء في معنى، هل يطعمه أهله على أنه كفارة، أو يطعمه أهله على أنه غير كفارة وأن الكفارة سقطت عنه. الحديث يحتمل هذا وهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك مما عرض لهذا الرجل، أولا أنه جاء خائفا، ثم بقى في الأخير طمع، وطمع في هذا التمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء يتبسم حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله عليكم الشيخ، يعني مقدار الإطعام في هذا كم يا شيخ؟ 60 مسكينا، لكل مسكين نصف الصاع، كيلو نصف لكل مسكين، وقيل ربع الصاع مد يعني. نعم. إذا أفطر لعذر السفر يا شيخ ماذا يصنع؟ إذا أفطر لعذر السفر يقضي فقط وليس عليه كفارة. نعم. هل الشهران يا شيخ 60 يوم أو حسب الرؤية الشرعية؟ إذا كان يرى الهلال، يعني يرى الهلال بعينه، يبني على الرؤية. أما إذا كان ما يرى الهلال فإنه يصوم بالعدد، يصوم 60 يوما بالعدد. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهة الوصال. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقال: إنك تفعله. فقال: إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. نعم. الوصال هو أن يصل اليومين أو أكثر من غير أن يفطر من بينهما، وهذا شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان ينهى أصحابه عنه، وقالوا له: يا رسول الله إنك تواصل. فهم يريدون أن يتخذوا منه قدوة عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الثاني في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال. فقيل له: إنك تواصل. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. نعم. هذا كالحديث الذي قبله أنه كان يواصل عليه الصلاة والسلام وينهى أصحابه عن الوصال، فهم احتجوا بفعله صلى الله عليه وسلم، أخبرهم أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس كهيئتهم، أنه يطعمه ربه ويسقيه. واختلف العلماء هل معنى ذلك أنه يؤتى بطعام من الجنة وشراب من الجنة، أو أن الله يقويه ويتلذذ بالعبادة والصيام تلذذا يغنيه عن الطعام والشراب. فهذا محتمل لهذا وهذا. احتمال الثاني أرجح، أنه إنما كان يتلذذ بالصيام وبطاعة الله عز وجل تلذذا يغنيه عن الطعام والشراب، لأنه على القول الأول لو جيء بطعام أو شراب من الجنة لا لكان هذا غير وصال، الأكل والشرب يقطع الوصال. نعم. نختم هذا الحديث يا شيخ وفي هذا الباب، يعني باب كراهية الوصال، هل نفهم من الحديث السابق أن الوصال مكروه يا شيخ؟ نعم. الوصال الأصل أنه منهي عنه، وأن الإنسان يفطر، قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فإذا غربت الشمس فإنه يفطر الصائم. والرسول صلى الله عليه وسلم له خاصية بما أعطاه الله عز وجل من القوة وبما يجده من اللذة العظيمة التي تغنيه عن الطعام والشراب، والنبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم لما رأى منهم الإصرار على الوصال، واصل بهم إلى أن هل الشهر، وقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: كالمنكل لهم. فيكره الوصال. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، بارك الله فيكم على شرحكم لهذه الأحاديث المباركة من كتاب المنتقى للإمام المجد، وشكرا لزميل مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذه الدروس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.